أهلا وسهلا بكم في رصيف الصحافة اليومه الاثنين 8 يناير 2018 على محمد يبرس. العناوين: العلمي ينشر غسيل الجامعة الرياضية تحت قبة البرلمان، سوء الأحوال الجوية يعرقل الرحلات الرابطة بين الدار البيضاء ونيويورك، إنقاذ امرأة حامل ومولودها في ظروف صعبة بإيمنشيل، العثماني يفتح باب الترشيح لتعويض بالمختار على رأس المرصد الوطني للتنمية البشرية، الشوباني قيادي البي جي دي ورئيس أفقر جهة بالمغرب يضيف فضيحة أخرى لسجله. كانت هذه عناوين موقع برلمان. في منارة: الرحلات بين الدار البيضاء ونيويورك لارام تدعو المسافرين للاستعلام. مديرية الأمن توضح حقيقة الفيديو الذي تعرض فيه شخص للضرب حتى الموت على موقع فيسبوك. التحقيق مع ضابط أمن يشبه في ارتكابه حادث سير مقرونة بالسكر العلني. فاس: انفجار سخان بالسجن المحلي رأس الماء لم يسفر عن خسائر بشرية. هلال: البوليزاريو تعرقل العملية السياسية في الكراكات. والآن مع أهم ما جاء في عناوين الصحف الورقية والإلكترونية بخصوص الرياضة. بعد نشره التقرير المالي، هل يؤجل حسبان جمع عام الرجاء هذا الاثنين؟ التفاصيل: ما زال مصير الجمع العام غير العادي لنادي الرجاء البيضاوي، والذي قرر له سلفا أن يقام هذا الاثنين مجهولا، على الرغم من قيام سعيد حسبان الرئيس الحالي للفريق بنشر التقرير المالي لموسم 2016-2017، وذلك بسبب عدم إعلانه رسميا عن عقد الجمع العام على الموقع الرسمي للنادي، وكذا عدم تحديد مكان إجراء هذا الحدث. وذكر مصدر مقرب من النادي الأخضر في حديثه لليوم الأحد مع جريدة اليوم 24 أن عدم كشف سعيد حسبان عن التقرير المالي سوى في 24 ساعة الأخيرة عن موقع الجمع العام وعدم تأكيده على مكان تنظيمه يعني شيء واحد، هو أن الرجل لا ينوي أبدا الانسحاب من رئاسة النادي، ولن يفي بما تعهد به للجماهير والمتمثلة في الرحيل عن الفريق في 8 يناير هذا اليوم. بعد الرجاء نتحدث عن الوداد: اجتماع عاجل يحدد مصير عموتة مع الوداد الرياضي. يعقد سعيد النصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم اجتماعا عاجلا مع المدرب الحسين عموتة بداية الأسبوع المقبل من أجل مناقشة الأزمة الحالية بالفريق، والتي خرجت إلى العلن وتحولت إلى تراشق علني بين المدرب وإدارة النادي. و
وطلب النصيري من مدرب فريقه عقد هذا الاجتماع المغلق لتوضيح تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها لوسائل إعلام مصرية والتي اعتبرتها إدارة الوداد بالمهينة لتاريخ الفريق. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الاجتماع قد يحدد بشكل كبير مستقبل الحسين عموتة مع الوداد، والذي لمح في أكثر من مناسبة إلى أنه سيغادر النادي بسبب المضايقات وحملة التشويش التي يتعرض لها الفريق من جهات معينة لم يذكرها بالاسم. وابقوا معنا في أهم ما جاء في قصاصات الصحافة الوطنية والدولية على مواقع الإلكترونية ابقوا معنا. مستوطنون متطرفون يقتحمون باحة الأقصى، طائرات إسرائيلية تخترقان الأجواء اللبنانية، طعن ابن شقيق الرئيس الفرنسي في إيلات، الكشف عن سبب انسحاب شفيق من سباق الرئاسة المصرية، مؤلف كتاب نار وغضب، ما لم يرد بالكتاب هو أسوأ، قرارات تحسم العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والآن مع توقعات أحوال الطقس ليومه الاثنين 8 يناير 2018 بالمغرب. تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسبة ليوم الاثنين أن يظل الطقس غائما مع أمطار وزخات محليا قوية ذات طابع عاصفي بالغرب والشاوية والريف الغربي والسيس، وهضاب الفوسفات والماس والبغاز والواجهة المتوسطية مع برد في بعض المناطق، وستكون السماء أحيانا غائمة مع أمطار ضعيفة على العموم بمرتفعات الأطلس والسهول المجاورة دكالة وعبدة وشياط موسوس وشرق وشمال الأقاليم الجنوبية. إذن بهذا نختم جولتنا الصحفية ليومه الاثنين 8 يناير 2018 وإلى الغد.